افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، افتتح معرض دبي الدولي للخط العربي والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظم هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة. افتتح المعرض بمشاركة ألمع فناني وخبراء الخط العربي بهدف تعريف الزوار بتاريخ هذا الفن العريق وأساليبه التعبيرية المتنوعة ومضامينه التاريخية والاجتماعية العريقة وتقديم صورة جديدة له خارج إطارها التقليدي. يعد معرض دبي الدولي للخط العربي الذي يقام خلال الفترة من 14 من إبريل إلى 15 من مايو 2015 من أبرز ملامح الدورة الثانية لموسم دبي الفني، المبادرة الشاملة التي أطلقتها هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، والتي تجمع تحت مظلتها أهم الفعاليات الإبداعية التي تحتضنها دبي. وتقام خلال المعرض ورش العمل بإشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في قاعات الورش والمحاضرات بفندق رافلز دبي ومركز وافي للتسوق خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من إبريل الجاري، وتغطي مواضيع متنوعة بما في ذلك ورش العمل التخصصية التقليدية عن كيفية رسم اللوحات باستخدام الكلمات والحروف العربية، السطر في خط الثلث والنسخ والزخرفة، إعداد أوراق الذهب لاستخدامها في تصميم الخطوط، تجسيم الحرف العربي بالخشب، مبادئ فن التذهيب، ورش عمل متخصصة بخطوط الكوفي والرقعة والديواني.